ما أفضل وقت صلاة الوتر؟ هل هو قبل النوم أو قبل صلاة أو أذان الفجر مباشرة؟ مع العلم أني أحاول القيام قبل أذان الفجر بساعة لأداء صلاة القيام. لا شك كلما تأخر الوتر كلما كان أفضل، وكلما كان بعد نوم كلما كان أفضل، يسمى التهجد إذا كان بعد نوم، وتأخيره أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أوتر أول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخره، ثم كان وتره آخر الليل بعد ذلك.